سلام اميرتي العزيزات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو الذي كنت تتمه ديال الفيديو السابق اللي درت لكم فيه الفصاله ديال الكول بالسيور اولا بالخيوط. غنكمل لكم التتمه ديالو، غندير لكم طريقه الخياطه. كما كتشوفوا غنبداو هو الاول بهاد السيور اولا الخيوط اولا البيه، كل واحد شنو تيسميه. غنبداو بالخياطه ديالو، غنطويو على الظهر ديالو ونخيطو من هاد الجهه، يعني نخيطو من العرض ونخيطو الطول، نخليو غير جهه وحده ديال العرض محلوله. كما كتشوفوا غادي نحاول نقادو ونكمل الخياطه. كنخيط سنتيم ديالي عادي، وكان كتشط ليا ديك واحد ونص، يعني داك البي ولا هاد السير خص تكون فيه واحد ونص اولا سنتيم، يعني ديك سنتيم حتى سنتيم ونص اللي خص يكون في العرض ديالو. صافي هنا نخرج عادي باش نقدر نقلبو، وغادي نخيط السير الثاني بنفس الطريقه وغادي نقلبهم. كما كتشوفوا هو من بعد ما خيطتهم البنات، يعني خيطت السير الثاني وقلبتهم، يعني كيكونوا مسدودين من واحد الجهه، من الجهه اللي كتكون باينه كتكون خارجه خصهم يكونوا مسدودين. غنجيب دابا الكول ديال الامام هو الاول غادي نسبق. بالنسبه لهاد السيور البنات كيجيو فقط في الجهه الاماميه، يعني ما كيجيوش في الخلف، ولكن الا كنتي غديري الخلف يعني نفس الطريقه باش غادي تخيطي الكول ديال الامام، غادي تخيطي به الكتاف، ولكن غادي تجمعي هو الاول البيسه ديالك من الكتاف عاد غادي ديري براسه السير الا كنتي بغيتي تدوري على الكول كامل. وبالنسبه لهاد السؤال البنات ما فيهاش الافتتاحه، يعني كاينين اللي كيكون فيهم الافتتاحه، هادي السيده مولاتها ما بغات الافتتاحه لا والو، بغات المهم الطريقه اللي غادي نخدم لكم بها هي اللي بغاتها السيده. كاين طريقه ثانيه ولكن ما غاديش نديرها لكم دابا، الا كنتو بغيتوها وبغيت نديرها لكم اللي كتكون الافتتاحه في الامام او السير تيكون داير على الكول كامل حتى من الخلف، قولوها ليا نديرها لكم. بالنسبه لهاد السيده بغات غير هاد الطريقه وبغات السير غير في الامام، يعني غير ديكور وصافي. كناخدو داك الطبطين اللي قطعناه رقيق كندورو عادي، يعني كل دائره كندورو على داك الطبطين كله، يعني ما فيه لا فتحه لا حتى شي حاجه. كما كتشوفوا كنشدو ديك سنتيم ديالنا ولا اقل من سنتيم وكندورو على الكل كامل بطريقه عاديه باش كنخيطو الطبطين. ومن بعد ما ساليت غادي نقلبو وغادي ناخد منتصف هو الاول البنات، غناخد المنتصف ديال داك الكول يعني درت فيه هاد العلامه هادي بالطباشير. هنايا غادي ندور بواحد شويه ديال الخياطه، يعني هنا فين غادي يخرج ليا السير باش نتفادى ديك التوب يتقطع ليا من بعد، فاش مع فاش كتبقى السيده تجبد في داك السير يقدر التوب يتقطع خاصه هذا ديال الخيط. داكشي علاش غندير الدواره ديال الخياطه، غندير اعاده الخياطه واحد جوج مرات ولا ثلاثه المرات، غندير غير واحد مربع صغير وما خصوش يكون فيه العرض ديالو، خص يكون فيه العرض ديالو غير سنتيم باش ما يجيشناش تحت من الخياطه اللي غادي نخيط. انا غادي نخيط في هذاك الطبطين غنشد 2 سنتيم، يعني خص غادي تكون فيها اقل من 2 سنتيم. لا غادي نكملو غادي نوريه لكم، ها هو كما كيجي، يعني كيكون صغير يمكن لكم تفتحوه دابا ولا تخليوه من بعد، الاحسن تفتحوه دابا، انا بغيت نخليه لكم حتى من بعد باش تشوفوا كيفاش كيجي ملي غادي نخيط ديك 2 سنتيم باش ما تفادوا وما ديروش كبير، خصو يكون غير صغير. دابا غادي نشد 2 سنتيم، يعني بلا ما ندير ديك الخياطه الاولى باش تثبت الثوب غنخيط مباشره 2 سنتيم. ملي غادي يتصلح راه غادي يتقاد، يعني هذا الكول بلا ما كنديرو فيه في الطبطين ديك الخياطه الاولى اللي كتكون نصف سنتيم غنخيط مباشره 2 سنتيم، وكنحاول وانا كنخيط نقاد الثوب، يعني باش يجيو مقادين بحال الثوب ديال تحت بحال الطبطين ما يجيوش مفوتين. كنبقى غاديه شويه بشويه وانا كنقاد الثوب وكنخيط ديك المسافه ديال 2 سنتيم. ها كما كتشوفوا يعني بشويه علينا، حتى كنكملو الطبطين كله بالخياطة وحنا كنشدو 2 سنتيم. هاي ديك الفتيحة اللي قلت لكم البنات، هاي كتبان لكم،
يعني ما خصش تجي الخياطة فوق منها، يعني خص الخياطة تدوز تحت من ديك البليصة. هي الخياطة كتبان لكم، وهي كتبان لكم ديك البليصة اللي درناها من غادي يخرج لنا السير، وهادي كنديروها في المنتصف ديال الكول ديال الامام. صافي كنحلوها، وكنحلو غير الجهة الامامية، ما كنحلوش الخلف. البنات نحاولوا نشدو غير شويه، ومنها غادي ندخلو هاد السير هذا. كنشدو من هاد الجهه اللي ما فيهاش الخياطه بالفيليل وندخلوها. ها هي راه كتدخل سهله، يعني العرض ديالها هي تقريبا 1.5، وهذا فيه 2 سنتيم، يعني كتكون السباس ديالو ساهل يدخل. صافي كنشدو بحال هكذا، كنقادو مع الحاشيه ديال الثوب، وكندوزو عليه الخياطه، كندوزو عليه الخياطه 2 ولا 3 مرات، كنديرو اعاده الخياطه باش ملي كل مره كتبقى تجبد السيده، باش ما كنتفاداو ديك تحل لينا الخياطه، يعني حيت السيور كيتبقاو تجبدو كل مره كتبغي. فاش كتلبسي البياسه كتبغي تزيريها، وكتزيري على القياس اللي بغيتي، ها هو يعني كتزيري بحال هكذا، وكديري القياس حتى كتلبسي عاد كتزيري ديك السيور، وكديري القياس اللي بغيتي ديال البلي، كيجيو داك التكمش كيجي زوين. يعني من بعد ما دخلت الجهه الثانيه غندير لها اعاده الخياطه بنفس الطريقه، غنخيطها على هاد الحاشيه، وانا كنشد ديك نصف سنتيم، يعني ما كنشدش بزاف. غنحيد هاد الزائد، وغادي نفيني هاد الشيء اللي زايد، هو كيبان لكم ديال الطبطين، كنحاول نقطعو. اما بالنسبه للبياسه ما عمرنا كنقيسوها البنات، دائما كنحيدو الزائد غير في الطبطين. اما البياسه الا بانت لينا ماشي هي هذيك ولا مقاداش، نعرفو بلي درنا شي خطا، داكشي علاش جاتنا مكمشه. صافي بحال هكذا من تيجي الكل، يعني بحال هكذا كنبقاو نزيرو هاد السيور على حساب كل سيده، وعلى حساب الطريقه اللي بغات. يعني هذا ما فيه لا فتحه لا حتى شي حاجه في الامام. غادي نجيو دابا للخلف، غنجيبو الطبطين ديال الخلف، غادي نخيطو الدور على ديك 8 سنتيم، يعني على هنا فقط. كاينه الطريقه اللي درت لكم البنات في الفيديوهات السابقه، راه ممكن ديروها راه بحال بحال، غير هذه طريقه اخرى وبغيت نديرها لكم، حتى هي راه كتجي سهله. ها هي كندورو على ديك الدوره ديال 8 سنتيم على 8، يعني 16 سنتيم، وكنشدو ديك سنتيم ديالنا ولا اقل من سنتيم. كيما كنخيطو الطبطين عادي، كنديرو ليه شي كرانات باش يجينا ساهل ملي غادي نقلبو، ميعطيناش التكماش. وغنجيو لهنا، يعني الاختلاف كاين هو هنا يا البنات، يعني من بعد ما خيطت هاد الدوره فقط كنطلع هاد الطبطين، وكنجيب الطرف ديال الامام، يعني كيتخيط بحال هكذا، كيعطينا البياسه ديالنا انفينيه من الكول، وكتجي نقيه. ها هو البنات كنجسو الامام مع الامام، يعني الوجه ديال البياسه مع الوجه. كنبداو من هنايا كنطلعو الطبطين كنقادو، بغيتي تبداي من هنايا بداي منه، بغيتي تبداي من هاد الجهه اخرى بداي منها. المهم هو انك تطلعي هذا وتحطي الجهه الاماميه، يعني الحاشيه مع الحاشيه، وتخيطي. ها هو كما كتشوفوا، يعني انا حطيت الظهر وحطيت الامام، يعني الوجه مع الوجه، وعاد حطيت الطبطين ديال الخلف، يعني كنحيد الطبطين ديال الخلف حتى كنحط الوجه ديال الكسوه الامام مع الخلف. صافي كندير اعاده الخياطه. داك الزائد اللي كتشوفوا راه ديال الطبطين، ها ما بغيتش نقطعو حتى نخيط كلشي باش نشوف اشنو اللي يمكن ليا نقطع، عاد ديك الساعه يمكن ليا نقطعو، يعني ما كنزربوش بالتقطاع البنات. ها هو كتجي البياسه كما كتشوفوها، هي عندنا في الكول هنايا مفينيه، يعني البياسه كتجي نقيه. غنخيط الجهه الثانيه بنفس الطريقه. ها هو كنحيدو داك الطبطين، ها هو كندوروه بحال هكذا، وكنحطو الجهه الاماميه والوجه ديال العام ها الوجه ديال الخلف. كنحطو داك القند ديال الكول، غنحيد لكم هاد الزائد هنا كاع باش تفهموا اكثر، باش ما يدوخكمش البنات. داكشي اللي كيبان لكم زائد راه غير الطبطين، ها هو كنقادوه، وكنحاولوا نشدوه بالفنيتات. الا كنتي اول مره تبتيه هو الاول بالفنيتات كله، عاد دوزي عليه الخياطه عاديه، كتحاولي تخيطي وكتردي البال باش ما يكونش هرب لك هذاك ديال التحت، داك الجهه الاماميه. صافي وكنخيطوها بالطريقه عاديه، كيجي الكل نقي ومفيني.
غادي نقلب دابا وغادي نخيط الخلف، يعني كنخيط ديك نصف سنتيم، يعني بحال كيما كنخيطو عادي كنشدو هاديك نصف سنتيم باش كيجينا الكون مفيني. اللي غادي نصلحوه صافي البنات، يعني هذه الطريقه اللي غادي ندير لكم طريقه الخياطه. الكسوه كامله راه ديجا حطيتها لكم، يعني الكتاف والجناب وداك الشيء، يعني راه هادي حيت فيها غير 4 سنتيم ديال التنيه ديال الكميمات وفيها 6 سنتيم التنيه ديال الخلف، يعني ما فيهاش شي حاجه مغيره باش نديرها لكم. يعني في جات بيجاما عاديه، اللي مختلف هو هذا الكول. داكشي علاش قلت نديرو معكم باش تفهموه، اللي ما كتعرفش تخيطو تفهم. يعني هو كيجي بحال هكذا، كنكمشوه بالطريقه اللي بغينا. ملي كتلبسي البيجاما ديالك عاد كتبقاي ديري التكماش بالطريقه اللي بغيتي. هكذا درت كل سالت الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.